أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. معكم عماد، واليوم في فيديو جديد. الفيديو بتاع النهاردة احنا هنتكلم عن الإكسل، وفي كلامنا عن الإكسل هنتكلم عن التو فانكشن، تكست افتر وتكست بيفور، اللي سبق اتعرضنا لها في وقت سابق قبل كده، ولكن هي اتطورت شوية، وهنشوف ازاي ان احنا نستخدمها بعد التطوير، وفي بعض الحيل في استخدامها. المثال اللي قدام حضراتكم، احنا عندنا هنا التايتل والنيم، وعايزين نخلي التايتل في عمود لوحده والاسم في العمود اللي جنبه. فازاي نعمل اكستراكت الجزء وجزء؟ فده اللي هنشوفه باستخدام تكست افتر وتكست بيفور. هنلاحظ ان احنا عندنا ديليميتر هنا، او ان احنا عايزين التايتل هو الجزء اللي مكتوب بالاحمر، ودايما بيبقى فيه الدوت للاختصارات دي، فده اللي هيميز لنا الموضوع. تعالوا نشوف نتعرف على الفانكشن بتاعتنا في الاول، اللي هي التكست افتر والتكست بيفور. هنتكلم الاول على التكست بيفور، على اساس ان احنا هنجيب الجزء الاولاني ده خالص، اللي هو هيكون قبل النقطة التانية او الاولانية مثلا. فهنشوف، هنقول يساوي تكست بيفور. لما نيجي نشوف البارامتر الاول هو التكست كوما الديليمتر. الديليمتر زي ما قلنا اللي هو عبارة عن، هيبقى الدوت هحطه بين كوتيشن، ولكن هحط بعديه دايما، بلاحظ ان في سبيس، مسافة بين الدوت، دوت سبيس دوت سبيس دوت سبيس وهكذا. فهسيب سبيس برضو هنا في البارامتر بتاعي. بعد كده كصورة مبسطة هقفل القوس، مش هكمل باقي البارامترز، وهقفل واشوف ايه اللي حصل هنا. اللي حصل ان هو مشي من الشمال لليمين، ولقى ان اول نقطة موجودة، فجاب تكست بيفور اللي هي بي ار او اف او بروف، وحطها في التايتل. لو جينا اعمل كوبي لتحت او اشوف ايه اللي هيحصل، هلاقي برضو هنا برضو جاب اول حالة، وهنا ملقاش، اداني لا يوجد او not available. فده بالنسبة للصيغة بتاعتها العامة. تعالوا نكمل ونشوف باقي البارامترز. لما اقول كوما ال instance number، ال instance number هو باي ديفولت واحد، يعني عند اول حدوث. لو انا خليتها اتنين وهقفل واشوف الوضع هيتغير ازاي، هلاحظ انه جاب ساب اول واحدة، لقى فعلا التانية، فجاب البيفور بروف دوت دكتور. ولو جيت عملت كوما بهذا الشكل، هنا وهنا مفيش غير حالة واحدة، هنا وحالة واحدة، هنا مفيش، هنا حالة واحدة، فجاب not available. نرجع ونقول دي ال instant number. ال n ال case sensitive وال case insensitive، ده في حالة ان مثلا ممكن الديلامتر يكون كاركتر، فممكن يكون كابيتال او سمول، فهنا قد تفيد الكيس سنسيتيف او كيس انسنسيتيف، فدي عندي مش مهمة. هنشوف اللي بعد كده، don't match to the end او match to the end. لو انا اخترت match to end وهقفل القوس، في الحالة دي هتفيد في الايرور اللي كان بيظهر لي في السطر ده، ان هو عمل match to end وفي نفس الوقت ملقاش، فجاب text before. خلي بال حضراتكم ان ده برضو مش اللي احنا عايزينه. احنا هنا المفروض ما يطلعش حاجة في تايتل، لانه مش مكتوب تايتل، وهنا انا عندي اتنين، وهنا واحد، وهنا تلاتة تايتل، وهنا تايتل واحد، فمش ده اللي احنا عايزينه. ولكن احنا بنقول ليه هو البيهيفير بتاعه طلع الفول نيم هنا في الحالة دي. ما زلنا احنا ما قدرناش نجيب التايتل كامل في كله، لان احنا عايزينها دايناميك، ايا كان التايتل لازم يجي.
احنا هنا قلنا match to end، وحتة if not found لو احنا شلنا البرامتر ده ونيجي نشوف if not found احنا ممكن نكتب not exist او no match. ادي النو ماتش، طيب تعالوا بقى احنا نرجع للوضع الاساسي. ادي تكست بيفور، ادي التكست بتاعنا والديليمتر، وبدل ما احنا في الانستنت نمبر في الحالات بتاعتنا كنا بنحط واحد او اتنين او تلاتة، هنحط هنا بقى نستعمل تريك جديدة وهي ماينس وان. هو انا اقدر احط ماينس، طب هتعمل ايه الماينس؟ البلس عندي كانت بتمشي from left to right، هنا هيعكس from right to left، واحنا بنشتغل انجليزي from right to left. اذا انا همشي from right to left وهاخد عند اول واحد واجيب التكست before. تعالوا نشوف الموضوع ده، هقفل هلاقيها اشتغلت زي ما انا عايز بالظبط فيما عدا دي، ودي هنشوف حلها ايه دلوقتي. فانا هنا الماينس 1 في الانستنت حل لي المشكله بتاعت ان انا عايز اجيب الفول تايتل لوحده، ولكن لما ما بقاش موجود هي دي يمكن الكيس الاستثنائيه، فهشوف هل الكيس سنسيتيف ماتش؟ لا، ولكن الماتش تو ذا اند هتكون حلت لي الموضوع في الحالة الاستثنائية اللي زي دي، ان هو مشي على العكس، لقى وصلنا للاول خالص مفيش، فالتكست بيفور هو اللي رجع لي النال، وهنا تايتل هيبقى مفيش تايتل لان مش موجود، وهيبقى نجح معايا ان انا عملت اكستراكت للتايتل من وسط الاسم والتايتل مع بعض. طبعا لو كنا حاولنا نستعمل functions تانية او function go function في الاكسل قد تكون اكثر تعقيدا للحصول على هذه النتيجة، ولكن بفضل text before والماينس 1 والحاجات دي زي ما حضراتكم syntax اللي شايفينها قدرنا ان احنا نحصل على المطلوب من المثال بتاعنا. لما نيجي نشوف الاسم، لما اجي اعمل extract للname من النيم والتايتل بنفس الطريقة، ولكن هستخدم بدل ما عندنا هنا حاجة اسمها تكست بيفور هنشتغل على حاجة اسمها تكست افتر. هنقول يساوي تكست افتر، نفس الحكاية، ادي التكست وادي الديلامتر بتاعنا، ديلامتر اللي هو هيكون بين كوتيشن الدوت سبيس، نقفل الكوتيشن، وهنا الانستنس برضو هنقول ماينس 1، ولما نيجي نقفل القوس ودوس انتر في الحالة دي شفنا ان هو رجع لنا الاسامي مظبوطة. فاضل الحالة دي بنفس الطريقة ممكن اعالجها، هاجي لآخر بارامتر وهو الـ if not found اللي طلع لي إن هو مش موجود، أنا أقدر أقول له حط لي الاسم زي ما هو وأدوس إنتر، هو هنا حلها لي، كان ممكن أعملها هنا من الأول برضو. هاجي في آخر بارامتر زي ما اتفقنا واللي هو not match يرجع لي الاسم،
هقفل الكوتيشن، هسحب. هي نفس الموضوع، وممكن ان انا اعالجها بطريقة تانية قبل ما اوصل للبارامتر بتاع if not found. ممكن في match to end بدل ما تبقى زيرو اللي هي don't match to end، اقول له match to end. في الحالة دي هيجيب التكست after. هي نفس الفكرة، اخد كوبي تحت وفوق، هلاقي كده يبقى انا قدرت اعمل اكستراكت للتايتل عن طريق التكست بيفور بهذا الشكل، وعدلت برضو عملت ابستراكت للفول نيم ايا كان عن طريق التكست افتر. بالنسبة للتايتل كان تكست بيفور، بالنسبة للنيم تكست افتر. وبكده نكون تعرضنا لتكست افتر وتكست بيفور، وعملنا حيل او تريك ان احنا نستخدمها باستخدام الماينس اللي هي بتجيب لنا من اليمين للشمال بدل ما هو بيمشي من الشمال لليمين. بكده نصل لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. شكرا لحضراتكم على حسن المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله.